يا إمام. أهلا بقطر. عندي سؤال لكني محرج. اسأل ولا حرج علي. هل في شيء في الدين يمنع ترميم كنيستنا يا إمام؟ ماذا تقول يا يوسف؟ بالطبع لا، الله أعلم. احتج الإمام الليث بن سعد رحمه الله وعبد الله بن لهيعة قاضي مصر بأن أكثر الكنائس التي في مصر لم تبنى إلا في زمن الصحابة الفاتحين، واحتج على ذلك بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صدق الله العظيم. واعتبر حفظ الكنائس في مصر من باب عمارة البلاد. يعني يا إمام لو رحنا المطلب ممكن ندفع بالحجة دي لتسريع الأوامر باستكمال الترميم؟ نعم، اذهب له وادفع بذلك ولا خوف عليه. وإذا سألك من أخبرك قل له الشافعي.